هذه وشنو هي تاعها؟ الكبيرة. والكبيرة نديروها غير هنايا. هم مرضى يعانون من أمراض الالتهابات الجلدية، وجدوا ضالتهم في الورشات العلاجية التي انطلقت بمستشفى مصطفى باشا لتجمع المرضى وأولياءهم بالمختصين. المجال مفتوح للإجابة عن كل التساؤلات والتعارف بين عائلات المرضى. فهموني كيفاش ندير الدواء، وفهموني وش معناتها هذا المرض. لأن بلي ندير لابوماد الكبيرة، لا الكبيرة الأخر، فنديرها كل دايما، ولابوماد صغيرة نديرها في الليل. كنت أغسلو بالماء سخون، وهي كل ما تغسلو بالماء سخون كل ما تزيد تلهبلو. وتعلمت باللي اللابو تاعو لازم تقعد دايما إيدغاتونت، لازم دايما مرطبة، باسكو الشغل لابو تاعهم تكون ناشفة بزاف، هذه لا مالادي تنشف لابو. هي أولى انطلاقة للورشات العلاجية لهذا المرض على المستوى الوطني، والتي سيتم تعميمها بمستشفى قسنطينة ووهران ليستفيد منها المرضى بولايات أخرى. عندنا الأقل 3 مضارب، الجزائر، قسنطينة، ووهران. ونجمو نقولوا ربما تلمسان ثاني يديروا هذا ليديوكاسيون ثيرابيتيك. كي المرضى الاطفال كي والديهم يفهموا مليح هذا المرض هذايا، كي يفهموا مليح المرض يعرفوا واش ينجموا يديروا واش ما ينجمش يدير، يفهم بلي كاين الادويه اساسيين لازم يديروهم باش يبرى الطفل، وبعد كاين يعني المراقبه. مراقبة كاين اون فاز هذه الاولى تاع التريتمون، بعد مراقبة. ثقافة الورشات العلاجية، وبعد ان كانت تمس الامراض المزمنة الواسعة الانتشار، تدخل حيز الامراض الجلدية التي زاد انتشارها مع الارتفاع المتزايد للاصابة بامراض الحساسية الجلدية.